السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم عين التعليم، آخر الأخبار من قلب الميدان التعليمي وقصص الناجحين الملهمة والكثير من الأحداث المميزة. وفي بصمة الطالب سعد محمد عبد القدير، كفيف البصر وكثير وكبير الإرادة. وإياكم مع الطالب سعد بن محمد بن عبد القدير، كفيف البصر وكبير الإرادة. نشاهد وإياكم هذا التقرير ثم نعود لاستقبال هذه القامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning, ladies and gentlemen. صباح الخير أيها السادة والسادة. في هذه المناسبة الخاصة أنتهز هذه الفرصة. في محاولة لتخطي الصعوبات والتحديات، معادلة الأبطال في تسلق الآفاق، ويندرج على اللسان ما يستوعبه العقل سواء رأته العين أو لم تره. فالبصيرة هدى للمبصرين ولغير المبصرين من ذوي الهمم العالية والمتطلعة لمستقبل مشرق. الطالب سعد محمد كفيف البصر وفير الإرادة، تخطى زملائه في إتقان اللغة الإنجليزية، فتحدث بها جانبا إلى لغته بملازمة معلم يدرك أن الثمرة في صناعة العلم. أول لقاء مع سعد كان في مسابقة داخلية في ثانوية عرفات في جدة، كانت بعنوان التالنتد سبيكر. وصلنا للمرحلة النهائية، حضر سعد كحاضر زيه زي أي طالب مشاهد للمسابقة. من هنا كانت الانطلاق والبداية فعلا. أولا اهتمامي للغة كان من ناحية مشاهدتي إلى الأفلام الكرتون. أفضل الأستاذين اللي مروا علي خلال السنوات هذه كلها من الابتدائية إلى الثانوية هما شخصين، زياد المولد وباسم الغامدي. والله العظيم يعني أنا ما أقولها مجاملة أو شيء، يعني الله يجزاهم الخير يا رب ويبارك لهم، يعني ما قصروا معي أبدا. وفي إطار التكريم لكل موهبة، كرمت وزارة التعليم الطالب سعد نظير اجتهاده مع نفسه وإحساسه بضرورة أن يكون عضوا نافعا في مجتمعه. كمستقبل والله نسأل الله أنه أكون يعني زوالجست اللي هو العالم المتخصص بالحيوانات بشكل عام. وإن شاء الله من ناحية الدراسة بإذن الله ححاول قدر الإمكان أني أدرس برا، مثلا يا إما بريطانيا أو أمريكا أو أمريكا ولا آخره. وأنا أتمنى أن يعمل برسالة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، لما كرموه في مسابقة أو جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان، قال له You are inspired، أنت ملهم. وأتمنى أن يعمل بهذه الرسالة. استكشاف المواهب وتأهيل القدرات البشرية خطوة لبناء جيل يصنع فارقا وتميزا له ولوطنه. لقناة عين، بدر الدوسري، الرياض. يعطيك العافية أخوي بدر. وإذن كما تحدث التقرير عن سعد عبد القدير الموهوب، والذي استطاع في هذه المرحلة أن يتعلم اللغة الإنجليزية وأن يكون من الطلاب الموهوبين في هذه اللغة. خلوني بس في البداية أرحب به، وقبل أن أرحب به أرحب أيضا بأستاذه الأستاذ زياد المولد. حياك الله أستاذ زياد. الله يبقيك وحيك، يا مرحبا فيك. سعد أمسك معنا في عين التعليم. السعد لنا وشرف لنا طال عمرك. أرحب بك أيضا يا سعد معنا في هذه الحلقة، حياك الله يا سعد. الله يحييك يا رب. سعداء بوجودك معنا اليوم. ونحن أكثر. يعطيك العافية. لما أتحدث عن موهبة مثل سعد، قد أحتاج بعض الأحيان إلى اكتشاف. أتكلم عن 300 طالب 400 طالب، قد يبرز عندي طالب، كيف تم اكتشاف موهبة سعد؟ حقيقة سعد كان من الطلاب المتميزين، لكن كانت عارف الموهبة ما كانت موجودة وما كانت معروفة عندنا في المدرسة وفي قسم اللغة الإنجليزية. أقمنا في مدرسة عرفات مسابقة باسم المتحدثون الموهوبون، مسابقة داخلية على مستوى الطلاب. في المرحلة النهائية في التصفيات طبعا هذه في الثانوية. نعم، في ثانوية عرفات في جدة.
كان سعد حاضر من ضمن الحضور وكان له تعليق مع بعض الطلاب، تعليق للفقرات اللي قدموها. أنا بهرني صراحة تقديمه للكلمات، نطقه للجمل، القواعد اللغة الإنجليزية الصحيحة، نطقه للكلمات كان جدا جدا صحيح. يعني يبدو للوهلة الأولى أنه هذه فعلا لغة الأم مش لغة ثانية عنده. فمن هنا كانت شرارة البداية والانطلاقة. فعلا تعاوننا مع بعض أكثر من مرة، جلسنا معاه أكثر من مرة، نبغى يطور هذه اللغة. جميل. حتى تصبح يعني لغته جميلة ويوصل فيها رسالة لأقرانه أنه فعلا اللغة الإنجليزية مش صعبة ولا هي ولا فيها أي صعوبة، لغة سهلة جميلة بسيطة، وهو ذو احتياجات خاصة وفعلا تعلمها. طيب بما أنك أنت معلم اللغة الإنجليزية تقول أنها سهلة ولا هي صعبة على الطلاب، خلني بس أسمع سعد. سعد خلني أتحدث معك كبدايات. طيب. أنت متى تعلمت اللغة الإنجليزية؟ أنا والله كبداية عندما كان عمري 5 سنوات إلى 6 سنوات تقريبا. 5 سنوات ما شاء الله. لأني كنت أميل إلى الأفلام بشكل غير طبيعي يعني. أفلام كرتون. فالحمد لله يعني ماشت أموري معها. وكنت أحاول ألقط الكلمات وأنطقها بشكل صحيح. جميل. هذا لابد. وبرضو من الأساسيات في التعلم اللغة الإنجليزية القراءة. هذه ساعدتني كثيرا كثيرا. يعني كان أيضا الأسرة والبيت يساعدونك بشكل كبير على توفير لك مثل هذه الأفلام اللي تنمي اللغة الإنجليزية عندك؟ صحيح. أيوه. وأصلا يعني الأسرة يتحدثون معي بالإنجليش أصلا الحمد لله يعني. فما ما كانت صعبة علي الحمد لله. من متى بدأت يا سعد تتكلم اللغة الإنجليزية؟ بالطلاقة؟ إيه. والله من أيام الأولى ابتدائي لما كان عمري في 7 سنوات كنت أتحدث الحمد لله. وسبق تكلمت مع أحد خارج الأسرة مثلاً؟ من أهل اللغة الإنجليزية مثلاً؟ أيوة. تقابلت مع شخص أمريكي وتكلمت معه عادي. جميل. ونسيت أتحمد لك على السلامة أنت أستاذ علي، أنتم جايين من أستاذ زياد من جدة. أي نعم. فأتحمد لكم بالسلامة وأدري طياراتكم تقريبا بعد 3 ساعات. أي والله الله يسلمك. توصلون بالسلامة. اللهم أمين يا رب. فعلا أتحدث عن موهبة من سن الطفولة ولا أتكلم عن موهبة شخص تعلمها في البدايات. وكان يتحدث قبل شوي قبل قليل عن الأفلام، هل ممكن نقول أن اللغة قد يكون بعض الأحيان يتم تعلمها من خلال السماع والتخاطب؟ فعلا أنت لو تجي تطالع مهارات اللغة الإنجليزية، يعني المهارات الممكن واحد يستخدمها لإتقان اللغة الإنجليزية من ضمنها مهارة الاستماع listening. فالأفلام، الأغاني، البرامج اللغة الإنجليزية، المسلسلات، الراديو in English، هذه كلها بتساعد الطلاب لتنمي عندهم مهارة الاستماع. من خلال الاستماع حينطلق لمهارات أخرى بإتقانها. سعاد، هل واجهت صعوبات في أثناء تعلمك اللغة الإنجليزية؟ في أشياء معينة تحس إن فيها صعوبة واجهتك في واحدة من المراحل؟ والله حالياً ما أتذكر، بس أتوقع أيوه. ما أتذكر يعني بشكل كامل، بس أتوقع أيوه كبداية نطقي للكلمات كان يعني يحتاج. إيه. أثر على لغتك العربية لما تعلمت اللغة الإنجليزية؟ لا لا الحمد لله ما أثر. جميل. أنا ودي أسمع منك بعض الجمل بأنك يعني تتحدث بطلاقة، لكن خلني بس أرجع لأستاذ زياد. بما أنك معلم لغة إنجليزية، المعلم من خلال المنهج اللي يعلمه الطلاب، خلني بالواقع، هل فعلا ترى أن الطلاب يتحدثون عن صعوبة هذه اللغة الإنجليزية بينما سعد يتحدث عن سهولتها؟ لو نرجع في الأساس لأي طالب إذا كان عنده رغبة في تعلم اللغة الإنجليزية ما راح يواجه أي صعوبة أبدا، مهما كانت الصعوبة، مهما كانت التحديات اللي حتواجهها. فطالما عندك رغبة في التعلم هذا أساس في كل شيء. عندنا في المدرسة وفي أغلب المدارس أتوقع أنه اللغة الإنجليزية ما هي صعبة أبدا، لكن هو صعبة لما تشوف غيرك مثلا متقن لهذه اللغة تطمح لأنك تكون زيه. لكن في بروسس، في استراتيجيات، في أيام راح تمشي فيها، مش على طول يعني. مع الوقت. أي مع الوقت راح تتعلمها، والتعلم وأيضا الممارسة. الممارسة هي أهم شيء. هي أهم شيء. ممارسة المهارات بشكل يومي فعلا راح تتقن عندك اللغة. مع أن ما شاء الله سعد تعلمها فقط من خلال السماع. فعلا هذه إحدى مهارات اللغة الإنجليزية. والله لا أخذ قواعد ولا قاعد
استخدم أساليب مختلفة، وإنما فقط السماع ومحاولة تطبيق الكلمة أو سماعها ومعرفة معناها. أي أيضا مهارة التحدث، أنت لو تذكر ذكر قبل قليل يعني قال أنه أتحدث باللغة الإنجليزية مع أهلي أصحابي مع نيتيف سبيكرز متحدثين أصليين لهذه اللغة. طيب فهذا أيضا ساعد. خلنا نسمع من سعد. سعد عطنا نص من عندك تكلم فيه لسادة المشاهدين. On this special occasion, I take this opportunity to present myself. I am Saad Muhammad, a student of grade 12 from Arafat Secondary School, Jeddah KSA. My aim here is to convey a very important message to all, that is, no matter how life treats us with issues and difficulties, we should be able to face them with grace and dignity. MashaAllah, tabarakallah. Saad, what's your goal for the future? طموحي إني أبغى أكون متخصص في مجال يسمونه علم الحيوان. هذا هو طموحي، لأنه أنا طبعاً أحب الحيوانات. ويسموه بالإنجليش اللي هو زوولوجيست، عالم الحيوان. جميل. بإذن الله يا سعد تحقق طموحاتك، وإن شاء الله نشوفك في يوم من الأيام إن شاء الله ونلتقي بك وقد حققت طموحك في علم الحيوان، ونشوفك علم كما نشوفك اليوم ما شاء الله موهوب في اللغة الإنجليزية. نختم معك أستاذ زياد، إذا في كلمة توجيهية مثلا للسادة المشاهدين فيما يخص موضوع هذه الحلقة. والله أول شيء أنا ودي أنصح سعد وأوجه سعد في قبل فترة سعد فاز بجائزة الشيخ محمد صالح بن سلطان إبداع وتفوق، فذكر له نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملك الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أنت ملهم. فإن شاء الله إلهامه ما راح يتوقف عند فقط تعلم اللغة الإنجليزية، لا إن شاء الله أنه حيستمر في مجالات أخرى وخاصة في مجال علم الحيوان. وأيضا في هذا المنبر صراحة اسمح لي، إذا تسمح لي، أني أشكر الدعم المعنوي اللي كنا نلقاه في ثانوية عرفات جديد في جدة، ممثلة بقائدة التربوي الأستاذ ظافر، المشرف التربوي الأستاذ عبد العزيز المغربي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية، وقسم اللغة الإنجليزية فعلا اللي كان له الأثر الواضح بإخراج هذه الموهبة للجميع والله. صحيح. طيب خلينا بس أستاذنكم وأستاذ المشاهدين في عرض وسائل التواصل معنا، لمن أراد أن يتواصل مع عين التعليم سواء عبر اليوتيوب أو انستغرام أو تويتر أو عبر الإيميل. نشاهد هذه الشاشة فيها وسائل التواصل خاصة بقناة عين التعليم. إذن كما عودناكم وكما اعتدنا أيضا نحن أيضا على هذه المدارس في وزارة التعليم الولادة الحقيقة لكثير من هذه المواهب من أبنائها الطلاب في شتى مناطق المملكة، سواء كانوا على المستوى الداخلي أو على مستوى العالم العربي أو على مستوى العالم، دائما ما يتحفون بإنجازاتهم. واليوم نختم أيضا بإنجاز جديد مع سعد بن محمد عبد القدير كفيف البصر، لكنه من الخامسة من عمره كان يتقن اللغة الإنجليزية وبدأ يتحدث بها بطلاقة في أولى ابتدائي. أشكر وجودك معنا يا سعد، وإن شاء الله ترجع جدا بالسلامة. الله يسلمك يا رب ويحفظك. كما أيضا في ختام هذه الحلقة أيضا أودع الأستاذ والمعلم الأستاذ زياد المولد، معلم اللغة الإنجليزية ومعلم سعد، يعطيك العافية. الله يعافيكم وشكرا على هذه الاستضافة، الله يعطيكم العافية. إذن أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة شكرا لكم على طيب المتابعة، نلتقي بكم بإذن الله في حلقات قادمة، وكما عودناكم عين التعليم دائما معكم في الجديد فيما يخص التعليم. عين التعليم نرصد لترى.